صباح الخير على الجميع. اليوم التاريخ 8/4/1439 يا شباب. اليوم تقريبا يا الاثنين يا الثلاثة. شوف ما شاء الله هذه النتيجة تحتها 7 بيض، وبعد ما استخدمنا الخلطة رجع الذكر يفسد فيها ما شاء الله. لو وزير كم الشعر بيت عنده هذه النافية وهذه النافية ما شاء الله تبارك الله. أصورها إن شاء الله ويفحلها بإذن الله. شوف ما شاء الله عنده هنتين، هذه تحتها تقريبا 5 عيال وهذه تحتها 7 بيض ما شاء الله. إن شاء الله يصير مقطع الحين تصوير مباشر وهي جمع التنتين بإذن الله تعالى. كله من فضل الله. ثم خلطة ولد الشرقية لتهيج الديكور جنسيا ما شاء الله. ساعة صعدها بس ما ميداني أصبره. شوف 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 نقول له هلل وكبر، هلل وكبر واصعد. أنا بحاول إن أوقف التصوير علشان يصير المقطع 2 دقيقة بس. شوف 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 ما شاء الله. شوفوا شوفوا سبحان الله هذا التصوير مباشر. ثم هذه الخلطة قدامكم تاريخ 8/4/1439 ما شاء الله. وهذه النافية ما شاء الله تبارك الله، تهيج الديكور جنسيا وتنشط المبايض النافية ما شاء الله تبارك الله. واريكم البيض وعياله هذا الذكر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هلل وكبر ما شاء الله. والله يا شباب تحتها هذه النافية 7 بيض وهذه النافية تحتها 5 عيال ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. أقرب لكم ما شاء الله يكون خربنا الفيلم ما شاء الله. هذه الناتية ما شاء الله شوفها دخلت العش وتحتها 7 بيض ما شاء الله. طلعها الذكر شوفوا ما شاء الله تحتها 7 بيض وقريب يفقس ما شاء الله. اوكي والناتية الثانية وعدتكم اوريكم عيالها. شوفوهم يا شباب 5 1 2 3 4 والخامسة البيضة استغفر الله. وهذا الذكر وهذه النافية وغير هذه هنا تحتها 2 تقريبا. والله تحتها 2 شاريها من سوق الربع ان شاء الله بوثق لكم. المشكلة جالسة تحتها 2 ما شاء الله تبارك الله. وغير هذيلا هنا تحتهم 5 وهنا تحتهم 5 وهنا كروان تحت 3 بيض وهذا تحته بس قريبة طالعين يمكن فقس ما ادري ما شاء الله. وهذا الجوز قريب الصف ما شاء الله. وهذا الجوز ما شاء الله. وهنا نافية توها داخلة ما ادري رمش ولا لا. وهم هنا هذي لي اشوفهم يدخل في البياضة ما شاء الله. فدخلت النافية في البياضة ما شاء الله. اليوم التاريخ 4/8 ما شاء الله. كلهم اليوم الدكور هايجين على الإناث. التعطيش مهم يا شباب، التعطيش مهم مع الاستخدام الخلطة. هذا رابع تصوير أصور اليوم في تاريخ 4/8/1439. اليوم التاريخ 8/4/1439 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا رابع ذكر اليوم اشوفه يفحل ما شاء الله تبارك الله. هذا الجوز نتج عندي 10 يا شباب ما شاء الله تبارك الله. عقبال هذا هذا واستنى هذا بس ما شاء الله. بحاول اني انزل القطع علشان يكون التصوير اوكي اوكي ما شاء الله تبارك الله. وهذا الجوز الثالث
ما شاء الله الليموني، ما شاء الله الليموني على الليموني، اللون الليموني بعد ما استخدمنا الخلطة اليوم. صورنا ذا الجوز، صورنا ذا الجوز، صورنا الجوز. هذه كفاية ان الخلطة وثقناها 3 أجوز، فحلت الإناث في يوم واحد ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف شوف، حتى هذا هايج ما شاء الله تبارك الله. انا ما بحب اتكلم، احب اصور بس. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله على الليموني. شوف 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 شوف، والله هذا ابن مساع قاعد يفسد فيها ما شاء الله. الليموني ذا اللون الليموني تحت. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. اليوم التاريخ مميز والله عي العظيم، 4/8/1439. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هواشي هناك، هواشي يغيروا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله على هالخلطة، هذه الأعشاب هيجت الذكور جنسيا ما شاء الله تبارك الله. هذا توي من شوي مصورنا، وحين هنا وأول واحد صورنا هذا في المقطع. إن شاء الله رايح أدمجهم كلهم في مقطع واحد بإذن الله تعالى. شوف 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 النتي هاك جاهزة، تبي الفحل بس. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. المشكلة القفص صغير يا شباب، أنا أفضل القفص الكبير. شوف هاك، طبعا هذا توفيق من الله، توفيق من رب العالمين ما شاء الله تبارك الله، توفيق من رب العالمين هذا الشيء. خلنا نوقف المقطع علشان ما يصير طويل يا شباب. يا الله صباح خير. اليوم التاريخ 8/4 ما شاء الله. اليوم الذكور هاي جعل الإناث ما شاء الله، وهذا الخلطة، هذا الجوز قاعد يفسد من الصبح ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم اليوم التاريخ 8/4. شوف شوف، هذا الذكر هاي جعل النافية، هذاك هاي جعل النافية ما شاء الله. شوف شوف ما شاء الله، الله تقريبا الحين ثالث مرة يركبها. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله بعد كم من يوم اوريكم البيض حق هذا الجوز. هذه الخلطة قدامكم ما شاء الله، من القطة الحمر ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. بعد هناك الفحل، والله بعد يفسد فيها ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف شوف، ارحب ارحب خلطة ولد الشرقية. مرحبا مرحبا مرحبا، هذا تقريبا بكر اول مرة يفسد ما شاء الله. مرحبا مليون، مرحبا، تحياتي لأهل الشرقية، مرحبا مليون، يا هلا والله يا هلا ما شاء الله تبارك الله. شوف الخلطة هناك من القطة الحمر. واليوم التاريخ 8/4/1439. مرحبا مليون، صباح الورد، صباح العسل يا عسل ما شاء الله تبارك الله. هذه الخلطة اللي فجرت السوق تفجير. مرحبا مليون، مرحبا مليون، هلل وكبر. ارحب ارحب، مرحبا يا هلا ويا مسهلا.
وصباح الخير والسعادة. ما شاء الله تبارك الله، على القوة على القوة على القوة على القوة. مرحبا. على القوة على القوة على القوة. مرحبا مليون. تصوير مباشر بتاريخ 8/4/1439. الله يعز خلطة ولدي الشرقية. ما شاء الله تبارك الله، دخلت النافية. وهذا مساعة هايج صورناه في تاريخ 8/4/1439. ما شاء الله صورناه، بنحط الخلطة هنا، يمكن يجينا تصوير بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.